وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة إياد الدليمي الكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ إياد. بداية، ما الذي يدفع فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الحالي للحديث عن عدم جدوى جلوس العبادي والبارزاني سوية؟ يعني بالبداية تحية لك ولجمهور قناة الصحفيين الكرام. أعتقد أن الرئيس فؤاد معصوم وإن كان كرديا إلا أنه في النهاية ينتمي إلى حزب الاتحاد الكردستاني، حزب السليمانية إن صح التعبير. كما أن السيد فؤاد معصوم على دراية بخلفيات كثيرة مما يدور ودار في الفترة المقبلة من مفاوضات ومماحكات ومناكفات سياسية، سواء ما كان منها داخليا أو ما كان منها خارجيا. وهو يدرك جيدا أن هناك إرادة إيرانية بالتحديد بإنهاء حقبة العائلة البرزانية في إقليم كردستان العراق. وهو يتكلم من هذا الباب أولا، والشيء الآخر هو أيضا يميل إلى مصالح حزبه الاتحاد الكردستاني الذي يبدو أنه له حظوة في إيران وله حظوة في أن يكون هو المتسيد على إقليم كردستان العراق إذا ما بقي هناك مستقبلا شيء اسمه إقليم كردستان العراق. نعم. ما الذي أوصل الحوار بين بغداد وأربيل إلى هذا الطريق المزود؟ وماذا عن الشروط 13 التي تريدها بغداد؟ ما مدى معقوليتها بالنسبة لأربيل؟ يعني هو بالتأكيد لم يكن هناك حوار أصلا. بالبداية كان هناك محاولة إجراء استفتاء، وتم إجراء الاستفتاء من قبل حكومة إقليم كردستان، ومن بعد ذلك تفجرت الأوضاع كما رأينا. ومنذ أن تفجرت الأوضاع ما بعد 25 سبتمبر الماضي وإلى اليوم لم يجري هناك أي اتصال أو أي حوار ما بين بغداد وأربيل. أربيل اليوم تسعى جاهدة إلى أن يكون هناك حوار، ولكن يبدو أن بغداد متعنتة، وسبب هذا التعنت هو أن بغداد مدعومة بمجتمع دولي وإيران بالتحديد وأمريكا، لهذا هي متعنتة في مطالبها إزاء الأكراد، وهي لا تريد أي حوار. هي تريد اليوم أن تستعيد كردستان بالكامل، أن تكون خاضعة بشكل كامل لبغداد. وجدت هذا الدعم الإيراني الأمريكي مناسب جدا لها، ومن ثم هي لن تقبل بالحوار ولا ترضى بالحوار. وما هذه الشروط التي عرضت على إقليم كردستان إلا شروط تعجيزية يراد منها الرفض، وما بعد الرفض أعتقد أننا سندخل في متاهة أخرى قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية، ولكن حتى هذه المواجهة العسكرية أنا لا أعتقد أنها ستكون كبيرة، ستكون محدودة في بعض الأطراف من جهة الموصل أربيل وتنتهي الأمور. أعتقد أن إن صح التعبير هناك شروط للاستسلام تضعها بغداد على أربيل وتحديدا على العائلة البرزانية. طيب، الاتحاد الإسلامي الكردستاني من جانبه أجبر رئيس البرلمان على الاستقالة، أمهل حكومة كردستان 15 يوما أو الخروج من الائتلاف الحكومي. هنالك ضغط على حكومة أربيل، إلى أين يعني تتوقع الأمور ستجري؟ أيضا هنالك وفد من الحركتين، حركة التغيير والجماعة الإسلامية، رفض العباد استقبالهم. كما قلت لك هناك ضغط على حكومة أربيل لإزاحة العائلة البرزانية من المشهد السياسي بالكامل. هذا الضغط تقوم به حكومة بغداد نيابة عن إيران، وبالتعاون مع أطراف في داخل إقليم كردستان، وحتى الأطراف التي كانت رافضة لمثل هذا التوجه يبدو أنها أدركت وإن كان متأخرا أن هذا ما ستؤول إليه، أو أن هذا ما يجب أن يكون في إقليم كردستان. سابقا كانوا يتحدثون عن سيطرة أربيل على كردستان كعاصمة مركز للإقليم، اليوم هناك حديث عن سليمانية كعاصمة مركز لإقليم كردستان المفترض أن يكون خاضعا لسلطة بغداد. بالتالي أعتقد أن الضغوط ستتكثف على حكومة الإقليم وتحديدا حكومة أربيل. هناك اليوم حديث عن إزاحة للعائلة البرزانية بالكامل من المشهد السياسي، هذا مطلب إيراني أولا وأخيرا. هذا فيما يخص المطالب، هذا فيما يخص المطالب الإيرانية ولحكومتي بغداد ولحكومة بغداد أيضا، لكن برأيكم كمتابعين للوضع في كردستان كيف تتوقعون أن الأمور ستؤول؟ ها
هل ستصمد حكومة أربيل؟ هل ستنتهي؟ هل ستصعد حزب أو هل سيصعد حزب معصوم وجلال الطلباني على حزب البارزاني؟ ما هو السيناريو الذي سيحصل؟ أنا أعتقد أن يعني الأكراد لن ينزلقوا إلى يعني منزلق المواجهة الشاملة، لأنهم يدركون أن هناك بلاء داخليا فيما بينهم. بالتالي أعتقد أننا قد نشهد انتخابات مبكرة تفرز قيادة جديدة تكون مقبولة من بغداد للتحاور. أعتقد أن هذا السيناريو الأقرب مستقبلا لإقليم كردستان العراق، وأعتقد أن هذا يجب أن ينفذ سريعا، لأننا سنكون على موعد مع انتخابات برلمانية في مايو 2018. نعم، كان معنا الكاتب الصحفي من العاصمة القطرية الدوحة السيد إياد الدليمي، شكرا جزيلا لك.